السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا حبايبي. اليوم 17 رمضان، رمضان روح، الله يجعلنا من صيامه وقيامه، وأن يبلغنا رمضان كاملا. قصتنا اليوم ما كنت بقولها اليوم، كنت بقولها بعد بكرة، لكن ما دام اني فاضي وعندي وقت خلني اقولها لكم، ولان في طلب متزايد عن قصص الجن اذكر لكم قصة، اذكر لكم قصة واعرف راعيها، قد شفته واجهته وانا صغير صغير في الابتدائي تقريبا. سالفته يماني اسمه عبدو، كان مقاول في الديرة عندنا هنا، كان مقاول يبني بيوت ذيك الأيام، يعني قليلة البيوت المسلحة، قليلة جدا جدا، شغلها أكثر حجر. فأول بيت انبنى هنا في عندنا في القرية حقتنا بيتنا مسلح، فهو اللي أشرف على البيت، هو اللي استلم البيت يبني. يوم من الأيام جالس هو وجدي وأنا، فجدي قد قال لي سالفة، قال هذا قد صار عليه شيء، سالفة مع الجن، لكن إذا جاء بخليه هو يحكيها لنا. قلت له طيب، وأنا كنت متحمس صغير ذيك الأيام وأحب السوالف هذه الجن وما الجن. فالمهم جاء عبد اليماني جلس معنا عندنا زي البلكونة كذا خارج البيت. سأل جدي قال إيش سالفتك مع الثعبان اللي دعسته؟ قام يضحك اليماني قال يا عم ضيف الله ذكرتنا بأشياء. قال قولها لنا. قال ذاك اليوم أنا مروح من عند فلان من القرية، واحد من أهل القرية، يقول تقريبا على الساعة 11 في الليل يسهرون يلعبون ضومنة، اللهم صل على محمد. وكان عندنا فيه الى الان جبل عندنا نسميها الخربة، فوقه كانت اساس القرية حقتنا، فوق الجبل هذا كان اساس القرية، جدان الجدان. فهجروها نزلوا وسموها، سميناها خربة، معه شاص قديم يقول انا ماشي من تحت الخربة يظهر علي حنش في الطريق ودعست، يقول دعسته ومشيت ووقفت وتأكد انه مات ورجعت عليه بالريوس مرتين ثلاثة، يعني مع صفقة الإصرار والترصد. استغفر الله العظيم. اليماني مسكين يبغى يتأكد انه مات، لانه يسمع قصص هنا في الديرة عندنا ان الثعابين تبيت، مدري مسميات كذا، يعني إذا ما قتلته وتأكدت إنه مات اعتبر نفسك في عداد الموتى. فاليماني بالشاص رايح جاي. فرم الحنش فرم. المهم يقول بعد ما تأكدت إنها انتهى رحت البيت، يقول أول ليلة ثاني ليلة طبيعي الجو، يقول اليوم الثاني مريت من مكان ما دعست الحنش إلا ما هو موجود، يقول خفت بصراحة، قلت يمكنني ما قتلته مزبوط. المهم يقول الليلة الثالثة وأنا نايم، يقول توني حط راسي على المخدة تو النوم دخل عيني، يقول ما أدريت إلا أنا طاير طاير، وحطوني في قصر، قصر من قصور الجن. ايش في يا جماعة الخير؟ المهم اللي ملك الجن جالس وقضاه، يقول فيه عجوز رابطينها بسلاسل في الجدار وتصيح تصيح، عيونها تطق شرار تبغى تذبحني. ايش في يا جماعة الخير؟ قالوا انت قتلت ولد العجوز هذه، قتلته هو رايح جاي.
استغفر الله العظيم. المهم قال طيب ايش السواه؟ قال ما في، ليش تقتله؟ ليش تقتله؟ قال ظهر قدامي في الطريق، اعترض الخط، يعني حتى لو ابغى اتجنبه ما اقدر، لازم امر بفوقه. حنش طويل يا طوله، اطول من السياره. ودعسته. وفي اشاعات عندنا هنا في القريه في بلاد زهران يقولون الحنش اذا ما قتلته مزبوط تراه يبيتك. وحبيت اتاكد قالوا لا، هذا من اولادنا وهذه امه اللي مسلسله وناويتك بتذبحك. يقول طول الليل وانا صياح نياح معهم، والمحامين والقضاه والشعب الجن كله واقف اللي معي واللي ضدي واللي يقول مسلمين، يقول هم مسلمين، اهم شيء انهم مسلمين، يعني لو انهم ما هم مسلمين كانوا اخذوا عمره من بدري. يقول جلست محاكمتي تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع، يقول كل ما احط راسي على المخده بنام ما ادري ولا انا شايليني. يقول حتى غيرت محل نومي، ارسلت اروح القريه بعيده جهه اخوي عندها ناس من جماعته يبات معهم. يقول نفس الشيء، او مجرد ما احط راسي على المخده الا وانا في القصر هذا اكو محاكمه طول الليل، صياح ونياح شيلوا وحطوا. المهم في الليله الاخيره برلقوه من تهمة القتل العمد، انه جن وقتل العمد، يعني حطوا التهمة انه حنش ويبي يقتله، يبي يفتك من شره. شالوا تهمة انه قتل جني متعمد. يقول المهم يوم قالوا لي خلاص انت براءة، تصيح الأم ما تفكونه، ما يروح، أبا أخذ عمره، أبا أقتله، أبا أسوي، أبا أفعل، أبا أحرق. يقول رابطينها بسلاسل، يقول شكلها ومنظرها بشع جدا جدا. المهم حكموا عليها يشيلونها يرمونها في بحر الظلمات. يقولها والله على لسانه، يقول حكموا عليها ان يشيلون امه، ام الحنش، ويرمونها في بحر مدري وينه، يعني ينفونها ما عاد تجي هنا الديره. يقول رجعوني، يقول صحيت وانا في بيتي الحمد لله، كل ما أعلم بالقصة أحد يقول اللي يصدقني واللي يكذبني. يقول القصر وينه ما أدري، بس يوم يطيرون فيه يقول يودوني جهة الخربة، بعدها تتغير ملامح الدنيا، يعني الجبال لا قصر وناس وعالم وأمه. وهذه سالفة عبد اليماني مع الجني. الله يسعدكم ويوفقكم.